انضم لنا دلوقتي بقى الشريك الاخر مريم، مريم فرج، الاستاذه مريم فرج طبعا، وهي مسؤوله او رئيسه قسم المسؤوليه الاجتماعيه في ام بي سي جروب. برحب بوجودك معانا يا مريم. متشكره جدا يا شريف، ومساء الخير على مشاهدينا كلهم، مساء الخير يا عالميا. ازيك يا مريم؟ اهلا. اولا بيش. انا اعترفت على الهوا، مش عارف كنت سامعانا ولا لا، انه يعني لا انا كنت معاكم. الواحد بيبقى سعيد فعلا انه يعرف حاجه كمان ما كانش يعرفها عن المؤسسه اللي هو شغال فيها. بس ممكن تقولي للناس، انا ممكن ابقى فاهم ده انه احنا بنشتغل على نموذج دولي كمؤسسه ام بي سي، بس ممكن تقولي للي بيشوفونا احنا ليه بنعمل كده؟ ليه المؤسسه بتاعتنا تبقى مشاركه في مؤتمر زي ده؟ او ليه يبقى عندنا حاجه اسمها المسؤوليه الاجتماعيه؟ أكيد إحنا شايفين أن دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية أو المسؤولية الاجتماعية مهم جدا، زي ما حضرتك عارف وزي ما لمي عارفة وكتير من المشاهدين، نحن بنركز على تمكين الشباب وتنمية قدرات الشباب. واليومين دول لو نبص على الشباب مهتم بإيه، هو مهتم بالوسائط الرقمية بس، يعني هم بيتفرجوا على الإعلام عن طريق الوسائط الرقمية. دي النيو ويف أو الموجة الجديدة اللي هم يعني حياتهم كلها هي إذا جات عن طريق التليف، حياتهم كلها إذا جات عن طريق البتاع اللي احنا ماسكينه في إيدينا ده يبقى هيستقبلوها. مظبوط. فإحنا ما ينفعش ما نكونش موجودين بقوة على الوسائط الرقمية، وخصوصا الإعلام والمحتوى يعني على الديجيتال أو على الوسائط المحتوى الرقمي الجديد. بالظبط. فإحنا بالنسبة لنا بنحاول إن إحنا نوصل لهم بطريقة مبتكرة وبطريقة مختلفة. زي ما أنت عارف إحنا بنحاول نشجع الشباب على الريادة الاجتماعية، الشركات الناشئة. أنتوا دلوقتي كنتوا بتتكلموا على الشركات اللي هي طلعت مؤخراً واتباعت الحقيقة بملايين. صحيح. ومليارات. النهاردة كان في تعديل في أسهم شركة من الشركات دي على المستوى الدولي. بالظبط. احنا عايزين الشباب يخوض يعني مراحل اكتر واكتر، وياخد الريسك او يعني ياخد المخاطره، يجازف وياخد المخاطره، ويبتدي ان هو يبتكر اكتر من كده، بحيث انه لو في ابتكار هيبقى في ازدهار في الاقتصاد، هيبقى في ازدهار. ومش شرط انه ده يبقى ليه علاقه بنشاطنا احنا كمؤسسه اعلاميه، يبقى له بالنشاطات اللي في المجتمعات كلها او في اللي بتتعاملي فيها كمجتمع. مظبوط. فاحنا بنركز على شقين، شق الاعلامي ده اكيد ان احنا طبعا نثقفهم على الوظائف المختلفه والمجالات المختلفه اللي منها الرقميه، المجال الواسع الجديد ده، وفي نفس الوقت المجالات المختلفه اللي هي ممكن اكيد هتصب في مجال الاعلام بطريقه او اخرى. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا.